محمد عطوان، شغلي كهربجي، فني ستلايت، تركيب أثاث بيوت، تصليح أدوات كهربائية. أنا فقدت البصر وأنا عمري 5 سنين. طبعاً أنا إلي بالمهنة هاي 13 سنة. طبعاً أنا حبيت الشغل هذا لأني كان عندي مسجل إلي وعزيز علي، تمام؟ فخرب، قلت ليش ما أنا أجرب أصلحه أنا مثلاً، بدل ما أحطه بين إيدين شخص يمكن ما يعرف يتعامل معه ويخرب لي إياه بزيادة. وحاولت أصلحه أنا بإيدي، وحاولت بقدر الإمكان أنه أجرب بأي طريقة أنه يشتغل، وشغلته فعلاً. بحب أكتشف الأشياء اللي الغامضة كمان، يعني بحب أعرف شو الإشي اللي جوات الشغلة اللي أنا بين إيدي، مثلاً تلفون مثلاً، لازم أعرف شو جوات، شو الأساس اللي مشغله، شو الإشي إذا خرب ما بتصلح مثلاً، الأشياء اللي مهمة فيه. بحاول أنه أستنتج أي جهاز أخذه بين إيدي أفكه، وأحاول أني أعرف شو القطع المجمعة جواته، وأدور على العطل وين، وأركز على العطل وأصلحه، وأرجع الجهاز زي ما كان تجميعه، إن كان حديث أو قديم، عن طريق حاسة اللمس. هسا واجهنا مشكلة بالبداية بثقة الناس إنه كيف يفوتون البيت وأشتغل كهرباء أو تصليح أدوات كهربائية، وكان هذا الإشي فعلاً مأثر علي كثير، إنه ليش ما بعطوني الثقة بعد ما يجربوني، مش قبل ما يجربوني. تحديت وعملت اللي بدي إياه، وفعلاً خليتهم يثقوا فيها، وهسا صار عندي ناس اللي يوثقوا فعلاً بشغلي، وقدرت إني أدخل أي بيت وأتقن الشيء اللي بدي إياه أنا واللي بدهم إياه بإتقان كامل بإذن الله تعالى.